للمرة الثالثة، وطيران العدوان السعودي يستهدف المنطقة المحيطة بجامع الصالح في العاصمة صنعاء، ما تسبب في أضرار في بنية وهيكل الجامع، رغم أن المكان يخلو من أي مظاهر عسكرية قد تجعله هدفا عسكريا لعدوانهم، ليتضح بذلك الحقد على اليمن وشعبه وتراثه. حتى المساجد لم تسلم من الأذى، جامع الصالح وللمرة الثالثة غارات هستيرية تشنها طائرات العدو السعودي على مناطق حوله، مسببة له أضرار في بنيته وهيكله، لكنها حتما لن تؤثر في جوهره ومقصده كبيت من بيوت الله. تجاهلوا حرمات المساجد فأصبح لا فرق بين بني صهيون واقتحامهم للمساجد وإحراقها، وبني سعود واستهدافهم للمساجد استهدافا مباشر، فكلاهما لا يعيران حرمات الله أدنى احترام أو مكانة. ضربة لا هدف لها في أرض خالية لا يتواجد فيها شيء سوى المارة من العامة، والنصب التذكاري لشهداء الجريمة الإرهابية من منتسبي قوات الأمن الخاصة، فيما يبعد جامع الصالح عنها بمسافة لا تتعدى 70 مترا، ليكن الهدف إحداث دمار في الجامع والسعي إلى خلخلة بنيانه. حقد دفين أعمى لا يبصر إلا الدمار والسوء، ذاك ما يوصف به العدوان السعودي باستهدافه للحجر والشجر والبشر على السواء دون مراعاة لحرمة إراقة الدم أو استهداف المساجد أو إقلاق السكينة العامة وتهديد أمن وسلامة المواطنين. فن معماري فريد بطراز يمني لا يقارن تفتقر إليه مملكة بني سعود، رغم الإمكانيات المالية الهائلة التي تمتلكها، لكنها تفتقر لحضارة تعرف بها، فكانت الحضارة ومؤسسيها أهدافا استراتيجية عجز العدو حتى عن الإفصاح بها، فتذرع بذرائع واهية لم ولن تكن على أرض الواقع. نوافذ تكسرت وخلعت من أماكنها، وقمريات تناثرت بين أرجاء الجامع نتيجة الاستهداف الأرعن لطائرات العدوان، رغم خلو المكان من أي ترسانة عسكرية أو غيرها تجعلها أهدافا لقصفهم، فما يتواجد في هذا الجامع والرمز الحضاري سوى كتاب الله لمرتادي الجامع ومحتوياته الإسلامية. يحيى الهادي، اليمن اليوم، صنعاء. مستمرة النشرة وفيها